أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي لغات، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة في الألجبرا and Solid Geometry. النهاردة إن شاء الله هناخد الألجبرا، بنكمل الحاجات اللي إحنا خدناها في الحصص اللي فاتت. النهاردة بإذن الله هنبدأ في يونت 2 اللي هو الكومبلكس نمبرز. الكومبلكس نمبرز كنا بدأنا خدنا عنها فكرة في الصف الأول الثانوي. بدأنا بحاجة اسمها الإيماجينري نمبر. إيه الإيماجينري نمبر؟ اللي هو كان عندي I وعندي نيجاتيف I. طيب إيه هي الأي؟ الأي إحنا قلنا اللي هي السكوير روت لنيجاتيف 1. إحنا عارفين في الريال نمبر هاز نو سكوير روت فور نيجاتيف نمبر. يعني في الريال نمبر روت نيجاتيف 1 ريفيوزد. أو بنقول إن هي ماس إيرور، ما بتنفعش. فعشان كده في الإيماجينري نمبر افترضنا إن الأي سكوير هتبقى هي بنيجاتيف 1، يبقى لما بجيب السكوير روت للاي سكوير يعني بجيب السكوير روت لنيجاتيف 1، يبقى الاي ايكوال السكوير روت لنيجاتيف 1. يبقى ده بدايه المفهوم اوف الايماجينري نمبر. طيب في الباور بتاع الايماجينري نمبر، يبقى انا عندي اول حاجه الاي اللي هي روت نيجاتيف 1، اي سكوير اللي ايكوال نيجاتيف 1، اي باور 3 هتبقى ايكوال نيجاتيف اي باور 4 ايكوال 1. والحاجات دي الاربعه دول هم اساسيين بالنسبه للايماجينري نمبر. بعد كده ان جنرال لو كملنا، والكلام ده احنا برضو خدناه، لو انا عندي اي باور 4 ان، طالما الباور بتاع الاي ديفيزبل باي 4، ال 4 ان ديفيزبل باي 4، يبقى القيمه بتاعتي 1. اي باور 4 ان بلس 1 هتبقى ايكوال اي، I بار 4n بلس 2 ايكوال نيجاتيف 1، I بار 4n بلس 3 هتبقى نيجاتيف I. ال 4n و 4n بلس 1 و 4n بلس 2 و 4n بلس 3 ده نمبر في الحالة الأولانية النمبر ديفيزبل باي 4، الحالة الثانية النمبر ديفيزبل باي 4 ويبقى معايا ريميندر 1، الحالة الثانية النمبر ديفيزبل باي 4 ومعايا ريميندر 2، الأخيرة ديفيزبل باي 4 وريميندر 3. يبقى ده كده مفهوم الإيماجينري نمبر. طيب بعد كده الـ set of complex number. set of complex number. example: find the solution set of x square minus 6x plus 13 equals 0. طبعا this equation has no factorization، مش عارف احلها بالفاكتورايزيشن. كنا بنحلها بحاجه اسمها ايه؟ تمام؟ الجنرال فورمولا. فبطلع الـ a بـ 1، الـ b الـ a اللي هي coefficient of x square، الـ b coefficient of x، السي اللي هي الفري تيرم او ابسوليوت تيرم. يبقى الاي ايكوال 1، البي ايكوال نيجاتيف 6، السي ايكوال 13. الجنرال فورمولا اللي هي الاكس ايكوال نيجاتيف بي، بوزيتيف اور نيجاتيف السكوير روت بي سكوير ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي. بالتعويض بالاي والبي والسي اللي احنا جبناهم، يبقى هيطلع معايا ان الاكس هتساوي 3 بلس اور ماينس 2 اي. يبقى سوليوشن زيت عندي حاجتين، 3 بلس 2i and 3 minus 2i. الحلين دول اللي هي 3 plus 2i و 3 minus 2i بنسميه complex number. اي واحد من الحلين دول اللي هو 3 plus 2i او 3 minus 2i is called a complex number. يبقى احنا عرفنا الايماجينري اللي هي الاي والنيجاتيف اي، وعرفنا دلوقتي الكومبلكس اللي هي بتتكتب in the form 3 plus 2i او 3 minus 2i. يبقى الكومبلكس نمبر هو ايه؟ That the number which can be written in the form x plus i y. ده شكل الكومبلكس نمبر x plus i y. طبعا such that aware ان الاكس والواي belong to R، يعني الاكس والواي real number، والاي سكوير احنا عرفناها اللي هي الايماجينري نمبر ايكوال نيجاتيف 1. يبقى الاي روت نيجاتيف 1. طيب عندي هنا الاكس، احنا قلنا الكومبلكس نمبر in the form x plus i y. ال x is called real part. ال x is called real part. طب وال y او ال i y is called imaginary part. يبقى الكومبلكس نمبر بيتكون من حاجتين، real part and imaginary part. فهنا كومبلكس يعني عدد مركب من حاجتين real and imaginary. طيب
لو z is a complex number و z equal x plus i y زي ما احنا اتفقنا وقلنا. طيب هنا في بيقول لي لو ال y equal 0 يبقى معنى كده ان الكومبلكس نمبر هيبقى بيساوي x، يبقى z equal x only. طب في الحالة دي z equal x complex number yes، وفي الحالة دي بنسميه ايه؟ pure real number. يبقى في الحالة دي اسمه ايه؟ pure real number. طب لو ال x هي اللي كان equal 0 يبقى ال z equal i y، يبقى في الحالة دي اسمه ايه؟ pure imaginary number. يبقى لو ال y equal 0 يبقى pure real number، لو الـ x equal 0 يبقى pure imaginary number. هندرس مع بعض الـ operation on the set of complex number. برضو الكلام ده احنا مرينا عليه في الصف الأول السنة. أول حاجة بنقول اللي هي الـ equality of two complex number. Equality of two complex number. لو أنا عندي x1 plus i y1 equal x2 plus i y2، يعني complex number first complex بيساوي second complex number، يبقى في الحالة دي real part equal real part، والجزء ال y في ال imaginary part equal الجزء في ال imaginary part، يبقى x1 equal x2 وال y1 equal y2. طيب لو ال x plus i y equal 0 يبقى في الحالة دي هنا ايه؟ ال x ب 0 and ال y equal 0، لازم الاثنين يبقوا equal 0. طيب addition of two complex numbers، لو انا عايز اعمل addition ل two complex number، عندي الاولاني x1 plus i y1 plus x2 plus i y2، برضه بنجمع ال complex ال real مع ال real وال imaginary مع ال imaginary، يعني هاخد x1 plus x2 plus i y1 plus y2. Multiplication of two complex numbers. لو انا عايز اعمل x1 plus i y1 multiply x2 plus i y2، يبقى بنعمل الفيرست باي الفيرست، يبقى x1 x2، بعد كده السكند باي سكند، هيبقى y1 في i2 i سكوير، واحنا عارفين ان الاي سكوير يكون نيجاتيف 1، يبقى نيجاتيف y1 y2 بلس، طبعا البرودكت اوف اكستريمز والبرودكت اوف مينز، x1 في i y2 بلس i y1 في x2، يبقى الاي كومن يبقى x1 بلس y2 بلس y x2 بلس y1. فور اكزامبل سمبليفاي 5 بلس 2i باي 4 ماينس 3i، يبقى حسب ما احنا قلنا اول حاجه هنعمل ايه؟ الريال بارت في الريال 5 باي 4 20، بعد كده الايماجنري في الايماجنري 2i في نيجاتيف 3i، يبقى نيجاتيف 6i. طيب الاي سكوير النيجاتيف 6i سكوير، الاي سكوير بنيجاتيف 1 في نيجاتيف، يبقى اتحولت بوزيتيف، يبقى 20 بلس 6. بعد كده الاي وبنجيب البرودكت اوف اكستريمز 5 باي 3 نيجاتيف 15 و 2 باي 4 ب 8، يبقى الانسر 26 ماينس 7i، يبقى ده الملتبلاي بتاع 2 كومبلكس نمبرز. اكزامبل سمبليفاي 1 بلس i اور باور 10 بلس 1 ماينس i اول باور 10. طبعا انا ما خدناش ان احنا نفك براكت باور 10 و1 ماينس i باور 10 الا لما خدناها في ايه؟ الباينوميال ثيرم. بس هنا في طريقه اسهل، ان انا هعمل ايه؟ هجيب البراكت 1 بلس i باور 2 اول باور 5 1 ماينس i باور 2 اول باور 5. البراكت الاولاني بنفك ازاي؟ يبقى الفيرست باور 2 ب 1، فيرست باي سكند باي 2 يبقى 2i، سكند باور 2i سكوير بنيجاتيف 1 دي باور 5. سكند براكت زيها بالظبط، يبقى 1 باور 2 ب 1 نيجاتيف 2i ماينس 1 اول باور 5. ال 1 مع ال 1 يبقى 2i باور 5 بلس، برضه هنا ال 1 مع ال 1 يبقى نيجاتيف 2i باور 5، يبقى الريزلت ايكوال 0. ذا كونجيجيت نمبر اوف ا كومبلكس نمبر، عندي للكومبلكس نمبر حاجه اسمها كونجيجيت.
conjugate بتاعي هو the same complex number but different sign, بنغير sign, change the sign of the imaginary part. Change the sign of the imaginary part. بنغير السين بتاع الايماجنري اللي زعل بالريال بارت. يبقى z بتساوي x plus i y, يبقى x conjugate z bar, z عليها شرطة كده نقول عليها z bar اللي هو conjugate بتاع z, هيبقى x minus ال y i أو x minus i y. Properties of conjugate numbers. يا ترى ايه البروبرتيز بتاع الايه كونجيجيت نمبرز؟ اول حاجه بيقول ان السم اوف تو كونجيجيت نمبرز از ريال نمبر. لما بنعمل السم لتو كونجيجيت نمبرز لازم السم يطلع ريال نمبر. هذا اكزامبل اف زد ايكوال 5 ماينس 3 اي, يبقى زد بار الكونجيجيت هيبقى 5 بلس 3 اي. فبنعمل زد بلس زد بار هيبقى 5 ماينس 3 اي بلس 5 بلس 3 اي, نيجاتيف 3 اي بلس 3 اي ايكوال 0, يتبقى 5 بلس 5 ايكوال 10. يبقى فعلا ان السم اوف تو كونجوجيت نمبرز از ريال نمبر. طيب نمبر 2, ذا برودكت اوف تو كونجوجيت نمبر از ريال نمبر اولسو. يعني برضه البرودكت اوف تو كونجوجيت نمبر الريزلت لازم يطلع ريال نمبر. ذا سيم اكزامبل, زد ايكوال 5 ماينس 3 اي, زد بار ايكوال 5 بلس 3 اي, يبقى زد بار ملتبلاي زد يبقى 5 ماينس 3 اي ملتبلاي 5 بلس 3 اي, هيطلع 25 بلس 9 ايكوال 34. يبقى انا كده جبت البرودكت بتاع تو كونجيجيت نمبرز طلع 34 ريال نمبر. نمبر 3 بيقول لي كونجيجيت اوف ذا سم ات تو كومبلكس نمبر از ايكوال تو ذا سم اوف زير كونجيجيت. يعني انا لو جبت زد 1 بلس زد 2 بعدين جبت الكونجيجيت للسم, كاني بجيب الكونجيجيت بتاع زد 1 بلس الكونجيجيت اوف زد 2. نمبر 4, the conjugate at the product at two complex number is equal the product at their conjugates. نفس الكلام, يعني لو جبت زد 1 ملتبلاي زد 2 جبت الكونجيجيت بتاعهم, يبقى الكونجيجيت اوف زد 1 زد 2 هو هو لو انا جبت الكونجيجيت اوف زد 1 ملتبلاي الكونجيجيت اوف زد 2. Remarkable, if one of the two roots of any equation is complex number, complex, then its conjugate is other root of the same equation. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا عندي quadratic equation وبحلها وطلع one of the two roots of the equation مثلا 2 plus i, ده كده complex, يبقى ال other root يبقى 2 minus i. طلع مثلا ال first root 3 minus 2i, يبقى second root 3 plus 2i, يبقى لازم ان التو روتس يبقى تو كونجوجيت نمبرز. اكزامبل, ريسولف انتو تو كونجوجيت كومبلكس نمبرز. نمبر 1 اكس سكوير بلس 1, عايز احطها في صوره تو كونجوجيت نمبرز. طيب نرجع بمعلوماتنا كده, احنا قلنا ان ال1 ده عباره عن ايه؟ الاي سكوير كان بنيجاتيف 1, يبقى ال1 بنيجاتيف اي سكوير, يبقى انا هشيل ال1 واحط اكس سكوير ماينس اي سكوير. دي الفاكتورايزيشن بتاعها اكس ماينس اي واكس بلس اي. طيب ما هو الاثنين دول اسمهم ايه بقى؟ تو كونجوجيت نمبر. ال13 عايز اكتبها على صوره تو كونجوجيت نمبر, يبقى ال13 عباره عن 9 بلس 4, يبقى عباره عن 9 بلس ماينس 4 اي سكوير. 4i سكوير برضه هنعمل لها فاكتورايزيشن هتبقى 3 ماينس 2i و 3 بلس 2i. طبعا دي حاجات مهمه عايزين نعرفها ونشتغل عليها, بنستخدمها في حل المسائل. اول حاجه a سكوير بلس b سكوير هتبقى a بلس b باور 2 ماينس 2ab. نمبر 2 a ماينس b اول سكوير هتبقى a بلس b اول سكوير ماينس 4ab. نمبر 3 a باور 3 بلس b باور 3
هتبقى a plus b multiply a square minus ab plus b square. a power 3 minus b power 3 هتبقى a square minus b square في a square plus ab plus b square. يبقى الحاجات دي احنا شكلها ده بنحتاجه في حل بعض المسائل. نمبر 5 بيقول لي ان ذا كوادراتيك ايكويشن ax سكوير بلس bx بلس c ايكوال 0، كان عندي حاجتين بناخدهم السم اوف ذا تو روتس والبرودكت اوف ذا تو روتس. السم اللي هي النيجاتيف في اوفر a، لو انا افترضت ان التو روتس الفا وبيتا يبقى سم الفا بلس بيتا ايكوال نيجاتيف في اوفر a. البرودكت اللي هو الفا بيتا هيبقى c اوفر a. يبقى المعلومات دي مهمه بتفيدنا في حل بعض المسائل. ادي اكزامبل بيقول لي find the equation of the second degree where its coefficient are real numbers and one of its roots equal 2 minus root 3i. وعايز الايكويشن اللي هي من second degree. دي لسه ريمارك احنا قايلينها. لو one of the two roots of the quadratic equation كان complex number يبقى the other root is a s conjugate. تمام، يبقى انا عندي التو روتس دلوقتي هتبقى 2 ماينس روت 3 i. ايوه جدع، والتاني 2 بلس روت 3 i. طب معايا التو روتس وعايز اكون الايكويشن، لسه المعلومه قايلينها دلوقتي، هتبقى السم. يبقى نعمل ده الفا بلس بيتا اللي هي 2 ماينس روت 3 i بلس 2 بلس روت 3 i، والبرودكت هنجيبه. يبقى الايكويشن بتاعتي x سكوير ماينس السم في الاكس بلس البرودكت ايكوال 0، وهنشوف مع بعض الحل. ادي الحل بتاعنا، يبقى ذات روتس الروت الاولاني كان 2 ماينس روت 3 i، يبقى الاذر روت 2 بلس روت 3 i. يبقى التو روتس بتوعي 2 ماينس روت 3 i و2 بلس روت 3 i. السم اوف ذا تو روتس هيطلع ب 4، البرودكت اوف ذا تو روتس هيطلع معايا ب 7. يبقى الكوادراتيك ايكويشن بتاعتي x سكوير ماينس السم x بلس البرودكت ايكوال 0، يعني x سكوير ماينس 4x بلس 7 ايكوال 0. هنا عندي حاجة مهمة اللي هي represent الكومبلكس نمبر on the الاكسس بلين اللي هي الاكس اكسس والواي اكسس. يبقى graphical representation of a complex number. هنا الاكس اكسس represents the real part والواي اكسس represents the imaginary part. والشكل اللي قدامي ده اسمه اوريجن بلين. عالم اسمه الاوريجن. وهو الشكل اتسمى على اسمه اوريجن بلين. يبقى انا لو عندي بوينت x وy on the plane represents the complex number z x plus i y. يبقى انا لو عندي complex number مثلا 2 plus 3 i، يبقى احنا بنمشي على x axis 2 وبنطلع على y axis 3، يبقى complex number z اللي هو ايه؟ 2 plus 3 i. حاجة بقى مهمة جدا اللي هي المودلس اند الامبليتيود او الارجيومنت. المودلس اللي هو يعتبر اللينس بتاعي من الاوريجن بوينت لغايه الكومبلكس نمبر اي. انا لو عندي الزد عباره عن اكس بلس اي واي، قلنا ريبريزنتد باي البوينت اي اكس وواي اللي هي على اوريجن بلين. المودلس بتاعي اللي هو الابسوليوت او بتاع الزد اللي احنا برضو خدناها اللي هي روت اكس سكوير بلس واي سكوير، ده المودلس اوف زد. طيب هنا عندي دايما المودلس بتاع الزد بيطلع جريتر ذان اور ايكوال 0. هيطلع 0 في حاله لو كان البوينت اون ذا اوريجن بوينت، موجوده على الاوريجن بوينت، يبقى في الحاله دي هتطلع بايه؟ ب 0. لكن لو البوينت ان اني بليس يبقى الابسوليوت او المودلس بتاع الزد هيبقى السكوير روت الاكس سكوير بلس واي سكوير. طيب الارجيومنت اوف زد اللي هو الامبليتيود اوف زد عباره عن الميجر اوف ذا بوزيتيف انجل بتوين الاو اي اند البوزيتيف دايركشن اوف الاكس اكسس. يبقى ميجر الانجل بتوين الفيكتور او اي
والبوزيتيف دايركشن للاكس اكسس بنسميه ايه؟ الارجيومنت او الامبليتيود اوف الزد، وحسب ما احنا شايفين كده بنسميها يا اما الارك زد او الامبليتيود اوف زد اللي هي تبقى الثيتا. من الشكل اللي عدى علينا من شويه الفروم ذا دياجرام الاكس هتبقى ار كوزاين ثيتا والواي هتبقى ار ساين ثيتا، والكلام ده مر علينا برده وخدناه. يبقى انا عندي الارجمنت اوف زد اللي هي بتساوي ثيتا، يبقى عندي لو ثيتا دي ليها حاجه خدناها في برده قبل كده في اولى ثانوي اللي هي الكوترنال انجل، يبقى هتبقى ثيتا بلس 2 ان باي، يبقى ثيتا ان هي يا دوبك الانجل بتوين ال او اي اند البوزيتيف دايركشن اوف الاكس اكسس. طيب لو الاو ده ال او اي لف وعمل 360 رجع تاني لنفس المكان، لو لف مره تاني يبقى رجع تاني لنفس المكان، دي كنا بنسميها كوترنال انجلز، فهنا تبقى الثيتا هي نفسها ثيتا بلس 2 ان باي والان بلونج تو زد. طبعا الكلام ده ثيتا بلس 2 ان باي از اولسو ارجيومنت اوف زد. يعني لو عندي ثيتا كانت ب 30 يبقى في حاجه ثاني ليها 30 بلس 360 بلس 390 and so on كل مره بلس 360. طيب يبقى انا عرفت ان الارجيومنت بتاعي اللي هي ثيتا قلنا ثاني هي الانجل او البوزيتيف انجل بتوين ال او اي اند البوزيتيف دايركشن اوف او او اكس. طيب عندي بقى الثيتا دي بنسميها principal argument لما تكون الثيتا بلونج تو من نيجاتيف باي لباي، من نيجاتيف باي لباي بنسميها principal argument، يعني من نيجاتيف 180 ل 180، اكبر من 180 هتبقى هي argument مش principal، واصغر من نيجاتيف 180 هتبقى argument مش principal argument. يبقى امتى الثيتا تبقى ارجيومنت برنسبل ارجيومنت؟ لما تكون ايه؟ ثيتا بلونج تو نيجاتيف باي لباي. اكزامبل فايند ذا مودلس اند ارجيومنت اوف زد اف زد 1 ماينس روت 3 اي. كلام جميل. يبقى انا في الاكزامبل ده انا بطلع الاول حاجتين اللي هما الاكس والواي، الاكس ايكوال 1 والواي ايكوال نيجاتيف روت 3. يبقى المودلس اوف زد خدناها قلنا ايه؟ طيب سمعني كده السكوير روت الاكس سكوير بلس واي سكوير، يبقى انا كده جبت المودلس بتاعي. طب وثيتا اجيبها باي حاجه بساين بكوزاين بتان اعرف اجيب الثيتا. ادي المودلس اوف زد اللي احنا نرمز لها بسيمبل ار، يبقى المودلس بتاع الزد هو الار بيساوي سكوير روت الاكس سكوير بلس واي سكوير يبقى ايكوال 2. طيب عندي كوزاين ثيتا اكس اوفر ار بهاف ساين ثيتا واي اوفر ار بنيجاتيف روت 3 اوفر 2. طب لما يكون الاكس الكوزاين بوزيتيف والساين بالنيجاتيف يبقى ثيتا موجوده فين؟ في الفورس كواد. x بوزيتيف والواي بالنيجاتيف يبقى الثيتا موجوده في الفورس كواد. طيب هي مين اللي الانجل اللي الكوزان بتاعتها باف 60 بس دي على اعتبار ان هي في الفيرست كواد. طب هي في الفورس كواد يبقى ثيتا ايكوال 360 ماينس 60 يبقى ايكوال 300 ديجري. خلي بال حضرتك هي 300 دي هي ايه؟ الارجيومنت بتاعتي. طب لو هو طلب مني البرنسبل ارجيومنت، احنا قلنا البرنسبل ارجيومنت لازم تبقى بتوين نيجاتيف 180 و180، يبقى انا لما اعمل 360 بلس ماينس 300 اسف ماينس 360 هتبقى الانجل بنيجاتيف 60، يبقى ثيتا عشان اقول عليها برنسبل ارجيومنت يبقى نيجاتيف 60، فنيجاتيف 60 اللي هي بالريديان نيجاتيف باي اوفر 3. يبقى انا جبت المودلس بتاع الزد ب 2
وجبت البرنسبل ارجومنت الزد بنيجاتيف 60 اللي هي نيجاتيف باي اوفر 3. يبقى ده اكزامبل بيعرفني ازاي اجيب المودلس وازاي اجيب الارجومنت والبرنسبل ارجومنت اوف زد. Another example. برضه find the modulus and the argument of z لو z equal negative 5 root 3 minus 5 all. برضه by the same. أول حاجة بجيبها ال x ب negative 5 root 3. بعد كده ال y ب negative 5. خلي بالك ال x بال negative وال y بال negative يبقى أنت كده موجود فين؟ في ال third quad. طب عشان أجيب المودلس بتاع ال z يبقى ال square root x square plus y square. يبقى تطلع ال r square root 75 plus 25 يبقى equal 10. cosine theta هتبقى ال x على ال r negative 5 root 3 على 10 ب negative root 3 over 2. sin theta y على ال r ب negative half. هنا theta عشان ال x بال negative وال y بال negative قلنا تبقى فين؟ في ال third quad. طب في ال third quad هتبقى ال angle بتاعتي 180 plus 30. تطلع 210. برضو 210 دي الارجومنت بتاعتي. لو انا عايز البرنسبل ارجومنت هتبقى 210 minus 360 تطلع نيجاتيف 150 اللي هي نيجاتيف 5 باي اوفر 6. يبقى انا كده جبت المودلس بتاع الكومبلكس نمبر وجبت الارجومنت بتاع الايه كومبلكس نمبر. تاني الارجومنت بتاعتي هي 210 ديجري من الاول، لكن لما بتكلم بقول البرنسبل ارجومنت بتبقى لازم الانجل بتاعتي لونج تو نيجاتيف 180 ديجري لحد 180 ديجري. اكزامبل فايند ذا مودلس اند ذا ارجومنت اوف زد لو زد بيساوي 1 بلس ار. الزد ايكوال 1 بلس ار. باي ذا سيم هنجيب ال x equal 1 وال y equal 1 يبقى المودلس بتاع ال z ال square root 1 plus 1 يبقى root 2. ال x وال y الاثنين بوزيتيف يبقى انا موجود في ال first quad. طبعا sin ثيتا هتبقى 1 على root 2 cosine ثيتا 1 على root 2 tan ثيتا هتطلع y على x ب 1. مين اللي التان بتاعتها ب 1؟ يبقى 45 ديجري. يبقى انا عندي الثيتا ب 45 ديجري في الفيرست كواد عشان الاكس بالبوزيتيف والواي بالبوزيتيف. اللي فات ده كان اللي هو الالجبريك فورم للكومبلكس نمبر اللي هو الزد بيساوي اكس بلس اي واي. عندي بقى حاجه جديده ومهمه اللي هي الترجنومتريك فورمولا فور ذا كومبلكس نمبر. ترجنومتريك فورمولا فور ذا كومبلكس نمبر. انا الزد قلنا بتساوي اكس بلس اي واي. عند الاكس برضو من الجراف كان بتساوي ار كوزاين ثيتا، لان كوزاين ثيتا كان بتساوي الاكس على الار، كوزاين ثيتا كان بتساوي الواي على الار. يبقى الاكس بتساوي ار كوزاين ثيتا والواي ار ساين ثيتا. يبقى الترجنومتريك فورمولا اوف زد هتبقى ار كوزاين ثيتا بلس ار اي ساين ثيتا. لو خدنا الار كومن يبقى الزد بتساوي ار كوزاين ثيتا بلس اي ساين ثيتا. ده كده الشكل اللي اسمه ترجنومتريك فورم. يبقى عندي الالجبريك فورم اللي هي الزد ايكوال اكس بلس اي واي، عندي الترجنومتريك فورم الزد ايكوال ار ملتبلاي كوزاين ثيتا بلس اي ساين ثيتا. برضه والثيتا بتاعتي زي ما اتفقنا هي البرنسبل ارجومنت اللي هي بلونج تو من نيجاتيف باي لباي. اكزامبل بيقول لي اكسبريس z equal 2 root 3 minus 2i in the trigonometric form. عايزني اعبر عن الالجبريك فورم بتاع الكومبلكس نمبر في الترجنومتريك فورم. طيب من الالجبريك فورم z equal 2 root 3 minus 2i بطلع الاكس والواي زي ما اتعلمنا. الاكس equal 2 root 3 والواي negative 2. يبقى اول حاجه هجيب مين؟ هجيب الار. الار اللي هي السكوير روت x square plus y square. add the x 2 root 3 وال y negative 2 يبقى ال r ال square root x square plus y square يبقى ال r equal 4. طيب
بعد كده بنجيب تان ثيتا او ساين وكوساين. تان ثيتا واي على اكس هتبقى نيجاتيف 2 على 2 روت 3 تبقى نيجاتيف 1 اوفر روت 3. الاكس بالبوزيتيف والواي بالنيجاتيف يبقى احنا موجودين في الفورس كواد. اكس بالبوزيتيف والواي بالنيجاتيف يبقى ثيتا لاي ان ذا فورس كواد. طيب ايه بقى الانجل اللي الثيتا بتاعتها تان ثيتا بنيجاتيف 1 على روت 3؟ يبقى ثيتا هتطلع معايا 30 ديجري. يبقى الزد انا طلعت الار ب 4 والثيتا في الفورس كواد هي المفروض 30 في الفيرست، لكن انا في الفورس هتبقى 360 ماينس 30 هتطلع 330 ديجري. 330 ديجري اللي هي 11 باي اوفر 6. طبعا دي برضو احنا اتفقنا ان هي كده ايه، دي مش البرنسبل، دي اللي هي الارجومنت، لكن انا عشان اجيبها برنسبل ارجومنت هتبقى نيجاتيف باي اوفر 6 اللي هي نيجاتيف 30. يبقى ال 4 اللي هي الار ب 4 يبقى 4 كوساين نيجاتيف باي على 6 بلس اي ساين نيجاتيف باي على 6. دي التريجنومتريك فورم اللي هي قلناها في الاول، ار ملتبلاي كوساين ثيتا بلس اي ساين ثيتا. واتفقنا ان ثيتا لازم تبقى في البرنسبل ارجومنت يعني بلونج تو من نيجاتيف 180 ل 180 او من نيجاتيف باي لباي. Another example. Well, put the number root 3 minus i over 2 cosine by over 2 plus i sine by over 2 in the form a plus bi and then write the trigonometric formula. ده هو كده طالب مني حاجتين، الأول ده في الشكل ده عايز أحطه a plus bi أو iv. يعني في الألجبريك فورم أوف كومبلكس نمبر. وبعد ما نحطه في الالجبريك فورم احوله لايه؟ للتريجنومتريك فورم. طب انا عشان ابسط الشكل ده محتاج اعمل ايه؟ محتاج الاول اشوف اللي تحت الدينومينيتور اللي هي 2 كوزاين باي اوفر 2 بلس اي ساين باي اوفر 2. باي اوفر 2 اللي هي 90. يبقى 2 ملتبلاي كوزاين 90 ب 0 بلس اي ساين 90 ب 1. يبقى تحت هيبقى 2 اي. يبقى النمبر هيبقى روت 3 ماينس اي على 2 اي. برضه نجيب الحل مع بعض من الاول عشان نكمل مره واحده. يبقى انا عندي الدينومينيتور 2 كوزاين باي اوفر 2 بلس اي ساين باي اوفر 2 هتبقى 2 ملتبلاي 0 بلس اي اللي هي 2 اي. يبقى النمبر روت 3 ماينس اي على 2 اي. عشان اخلي الدينومينيتور بتاعي مش ايماجينري نمبر بنضرب ملتبلاي اي اوفر اي. يبقى هتبقى عندي روت 3 اي بلس 1 اوفر نيجاتيف 2. يبقى هتبقى نيجاتيف هاف ماينس روت 3 اوفر 2. ادي كده ايه؟ ده النمبر بتاعي اللي هو الزد. يعني قدرت اعرف من هنا ان الاكس بنيجاتيف هاف والواي نيجاتيف روت 3 اوفر 2. يبقى الار اللي هي المودلس بتاع الزد السكوير روت الاكس سكوير بلس واي سكوير يبقى السكوير روت الكوارتر بلس 3 اوفر 4 يطلع الانسر 1. يبقى انا جبت المودلس بتاع الزد ب 1 اللي هي الار ايكوال 1. طيب انا عندي الاثنين بالنيجاتيف. الاثنين بالنيجاتيف يبقى انا موجود فين؟ تمام كده في الثيرد كواد. طيب التان ثيتا بتساوي الواي على اكس. يعني هتطلع نيجاتيف روت 3 اوفر. يبقى في الحالة دي الثيتا هتطلع 240 على أساس إن هي فين؟ في الثيرد كواد. هي طبعا ب 60 تان ثيتا نيجاتيف روت 3 يبقى الثيتا تطلع ب 60 وعشان أنا في الثيرد كواد هتبقى 180 بلس 6 هتطلع 240 وعشان احطها في البرنسبل ارجيومنت يبقى 240 ماينس 360 تطلع نيجاتيف 120 اللي هي تبقى نيجاتيف 2 باي اوفر 3. يبقى الزد في الالجبريك فورم نيجاتيف هاف ماينس روت 3 اوفر 2 اي. في التريجنومتريك فورم المفروض ار ب 1 كوساين نيجاتيف 2 باي اوفر 3 بلس اي ساين
2 باي اوفر 3. Another example, find the modulus and the argument of the complex number 4 cosine 150 minus I sine 150. عايز المودلس والارجومنت. طب هو هنا مداني بشكل ايه؟ الكومبلكس نمبر بس عايزين نظبط الشكل. الار بتاعتي في 4 ماشي، سيتا بكام؟ ادي كده الساين بتاعتي الاكس بوزيتيف والواي بالنيجاتيف، يبقى سيتا فين؟ في الفور سكوير. كلام مظبوط. يبقى سيتا كان اصلها 360 ماينس 150، يبقى الزد بتساوي 4 كوزاين 360 ماينس 150 بلس اي ساين 360 ماينس 150، يبقى الزد ايكوال 4 كوزاين 210 بلس اي ساين 210. يبقى الار ب 4 والثيتا اللي هي الارجومنت بتاعتي 210. يبقى انا كده جبت له المودلس وجبت له الارجومنت بتاع الزد اللي هو كان مدوني في صوره شبه الترجنومتريك فورم بس مش مظبوطه واحنا ظبطنا الشكل. Another example, find the modulus and the argument of the complex number z negative r sin theta plus i cosine theta. برضو الشكل ده مش trigonometric form. فاحنا بنحاول نظبط الشكل. طبعا الاول ال r، انا عايز ال r positive هتبقى ال r. وهندخل النيجاتيف جوه للبراكت. تبقى negative sin theta minus i cosine theta. نبدا نشتغل. انا كل اللي انا قلته زي ما قلنا عايزين نحطه على شكل او in the form trigonometric form اللي هي r cosine theta plus i sin theta فوق معكوسه. طيب زي ما قلنا ادي نيجاتيف r sin theta plus i cosine theta، هندخل النيجاتيف بتاعت ال r جوه، انا عايز ال r positive، يبقى r multiply negative sin theta minus i cosine theta. خلي بالك ان الاكس والواي الاثنين بالنيجاتيف، الساين نيجاتيف نيجاتيف، يبقى انا موجود فين؟ في الثيرد كواد، يبقى عندي من الانجل المفروض من الثيتا بتاعتي او الالفا من 0 ل 2 باي. دي فين بقى؟ هورك على مين؟ على الواي اكسس. يبقى الزد بتاعتي هتبقى ار نيجاتيف ساين ثيتا ماينس اي كوزاين ثيتا. طيب انا عايز اخلي الكوزاين الاول وبعدين الساين، يبقى دي هتبقى ار كوزاين 3 باي على 2 ماينس ثيتا و i sin 3 باي على 2 ماينس ثيتا. يبقى انا كده حطيتها في الشكل بتاع ايه؟ الكومبلكس الترجنومتريك فورم، كومبلكس نمبر في الترجنومتريك فورم. Another example هنا اللي هي بيجي لي في الاختيارات بيقول لي لو z1 كوزاين باي اوفر 6 بلس اي ساين باي اوفر 6، زد 2 روت 3 كوزاين نيجاتيف باي اوفر 3 بلس اي ساين نيجاتيف باي اوفر 3، عايز زد 1 ماينس زد 2. والانسر مديني الاختيارات اي 2 بي نيجاتيف 2 سي 2 اي دي نيجاتيف 2 اي. يبقى انا عايز اعمل دول ماينس، عشان اعمل ماينس لازم احطهم في شكل الايه؟ الالجبريك فورم. ادي زد 1 هتبقى روت 3 على 2 بلس هاف اي، وزد 2 روت 3 على 2 ماينس 3 اوفر 2 اي. لما بنعمل الاثنين ماينس زد 1 ماينس زد 2 هتبقى روت 3 على 2 بلس هاف اي ماينس روت 3 اوفر 2 بلس 3 على 2 اي. عندي روت 3 على 2 ماينس روت 3 على 2 ايكوال 0، راح هيتكنسل. بعد كده عندي هاف اي بلس 3 على 2 اي هتطلع 4 اوفر 2 اي، يبقى الانسر 2 اي اللي هي الاجابه كانت لتر سي. الاجابه كانت لتر سي. The last example
if z equal 1 plus cosine 2 theta plus I sine 2 theta, then المودلس of z equal فترى 1 ولا 2 cosine theta ولا 2 absolute sine theta ولا 2 absolute cosine theta. أنا عايز إيه؟ عايز المودلس بتاع z، فلازم نحول الشكل ده برضو لإيه؟ لـ x و y عشان أجيب المودلس بتاع z اللي هي الـ r الـ square root x square plus y square. ادي الحل. هنا التريجنومتريك فانكشن اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت زد هتساوي 1 بلس 2 كوزين سكوير ثيتا ماينس 1 اي ساين ثيتا اي 2 ساين ثيتا كوزين ثيتا. يعني انا حولت الحاجات اللي عندي فوق هنا كوزين سكوير ثيتا ل 2 كوزين سكوير ثيتا ماينس 1 وساين 2 ثيتا ل 2 ساين ثيتا كوزين ثيتا. 1 ماينس 1 هيروحوا مع بعض، يتبقى لي ان الزد بيساوي كوزين سكوير ثيتا بلس اي ساين اي 2 ساين ثيتا كوزين ثيتا. هناخد الكوزين ثيتا كومن، يبقى خدت 2 كوزين ثيتا كومن، يتبقى لي كوزين ثيتا بلس اي ساين ثيتا. ده كده شكل ايه بقى؟ 2r اللي هي r كوزين ثيتا بلس i ساين ثيتا. يبقى في الحالة دي المودلس بتاع الz اللي هو الجزء ال r اللي قبل البراكت كوزين ثيتا بلس i ساين ثيتا طالع 2 كوزين ثيتا. يبقى انا لما اجي اقول له بقى ان ال r اللي هي المودلس اوف z هتطلع 2 كوزين ثيتا، و 2 كوزين ثيتا اللي كان الليترز c. وده كده كان درسنا النهارده، ان احنا اتعرفنا على الايماجينري نمبر اللي هو الاي ونيجاتيف اي والانتجر باور بتاعها، بعد كده اتعرفنا على الكومبلكس نمبر، وبعد كده خدنا الاوبريشن على الكومبلكس نمبر، وخدنا حاجتين مهمين النهارده اللي هو الكومبلكس نمبر الالجبريك فورم بتاعته اللي هو زد ايكوال اكس بلس اي واي، والتريجنومتريك فورم اللي هو z equal r bracket cosine theta plus i sine theta، وازاي احول من الالجبريك فورم للترجنومتريك فورم والعكس من الترجنومتريك فورم للالجبريك فورم. وفي الالجبريك فورم قلنا في حاجتين مهمين اللي هي حاجه اسمها المودلس بتاع ال r اللي هي ابسولوت ال z او ال r، وبعد كده عندي الحاجه اسمها الارجومنت اللي هي الثيتا اللي هي الانجل بتوين ال o a والبوزيتيف دايركشن للاكس اكسس. اتمنى تكونوا يعني الدرس بالنسبه لكم واضح، وان شاء الله هنكمله المره الجايه لان في حاجات تانية مهمه على الكومبلكس نمبر. مع اطيب التمنيات لكم بالنجاح والتفوق، مع تحيات الاداره العامه للتعليم الالكتروني لكم، ومع الشكر لكل العاملين بالتعليم الالكتروني.